السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في الحديث عن سيكولوجية الفضيحة، ممكن نقول تشهير أيضا كعنوان لهذه الحلقة، نلاحظ أن الفضيحة لها أبعاد كثيرة تغيب عن الوعي والإدراك. المشهور أن للفضيحة مجموعة من الصيغ الشرعية الفقهية صح التعبير، وهناك صيغ نفسية واجتماعية تناولها علم الاجتماع. أود في هذه الحلقة تسطير بعض الأفكار في سيكولوجية الفضيحة وفق مسارين: الأول من زاوية نظر شرعية دينية، والثاني وفق منظور اجتماعي نفسي، مع مرور نهائي وختامي على موضوع الإشاعة. من الناحية الشرعية الدينية، نجد أن الفضيحة في أوقات محرمة، وترد الأحاديث تباعا للحث على الستر والتغاضي والتجاوز، وهي في أوقات أخرى واجبة وجزء من العقوبة الموجهة إلى المذنب للردع والكبح. نجد الكثير من النصوص على سبيل المثال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. نص آخر: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وكذلك في حديث آخر: من علم من أخيه سيئة فسترها عليه ستر الله عليه يوم القيامة. في الاتجاه المعاكس، أن الشخص اللي قاعد يفضح نفسه، نجد أن حديث نبوي يقول فيه رسول عليه الصلاة والسلام. ومن زاوية أخرى بالحديث عن الشخص اللي هو يسعى إلى أن يفضح نفسه ويتكلم عن مغامراته الخاطئة، فنجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. أكثر من ذلك، يصل التشريع الإسلامي إلى ضرورة الستر على ما يستوجب الحد مثل الزنا وغيره. يعني مو المطلوب أنك تتتبع عورات الناس، أو إذا وجدت واحد يرتكب خطيئة كبيرة أنك تروح تفضحه أصلا. يعني هذه من الأمور اللي أنا أشوفها راقية جدا في التشريعات الإسلامية. الآن بالحديث عن الفضيحة كعقوبة رادعة، نلاحظ أن بعض الحدود تستوجب وجود أشخاص يشهدون العقوبة الحاصلة على المذنب، مثل عقوبة الزنا، وجوب أن تشهد طائفة من المسلمين العقوبة اللي واقعة على شخص الزاني. كذلك الحدود مثل قاطع الطريق، المفسدين في الأرض، يجب أن تشهد طائفة من المؤمنين العقوبة الواقعة عليهم كنوع من الردع. من القصص اللطيفة اللي قرأتها أيضا في هذا المجال، أن رجل جاء للرسول عليه الصلاة والسلام يشكو جاره، فالرسول قال لهذا الرجل: اصبر. ثم أتاه مرة ثانية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصبر. ثم أتاه يشكو مرة ثالثة فقال له: اصبر. وفي المرة الرابعة قال الرسول، ينصح الرجل الآن، قال: اذهب فأخرج متاعك فضعه على ظهر الطريق، فجعل لا يمر به أحد إلا قال له: شكوت جاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب فأخرج متاعك فضعه على ظهر الطريق. وكان الناس كل ما مروا وسمعوا القصة قالوا: اللهم لعنه، اللهم أخزه، يعني دعاوي عليه. حتى أتى هذا الجار فقال: يا فلان ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك أبدا. لاحظوا معاي نوع من الردع الآن بطريقة لطيفة، خلت هذا الجار يتوقف عن الإشكالية اللي يسويها. الآن هذا من الناحية الشرعية. الآن أريد أن أنتقل إلى المحور الثاني من حديثي، وهو نوع من النقاش أو أفكار في الناحية الاجتماعية النفسية. نفهم أيضا الفضيحة من زاوية السياسة أنها أداة عادة لردم منجزات المؤسسات أو الأفراد أو حتى القضاء على مستقبلهم. يعني يمكن اعتبار أن الفضيحة نوع من الأسلحة الهجومية المتبادلة بين الخصوم، وأحيانا تصل إلى القضاء على مفكرين ومثقفين. ولعل مالك بن نبي في كتاب الصراع الفكري في البلاد المستعمرة تكلم عن هذه النقطة بالتحديد، وبين أن الجمهور لا يستطيع في العادة الفصل والتمييز بين الأفكار والأشخاص، فإذا استطعت أن تدمر وتنهي الشخص، بالتالي غالبا ستنتهي الأفكار اللي قدمها هذا الشخص. يعني انهيار الصورة الرمزية للشخص تعني انهيار الرمزية الخاصة بالأفكار. وعلم الاجتماع بالمناسبة تعامل مع الفضيحة باعتبارها ظاهرة اجتماعية، وأخضعها أيضا للدراسة. ومن الجمل المحورية في فهم سيكولوجية الفضيحة ما قاله عالم الجريمة الأمريكي لورانس شيرمان،
يقول: الفضائح هي مراسم احتفالية لنزع المكانة. كذلك إذا 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 حبينا نأخذ الفضيحة شوي ونقوم بعملية التشريح، فممكن أن نقول أن الفضيحة لا تتحول إلى فضيحة إلا بوجود شوية معايير أو مراحل تمر فيها. أول شيء، لابد أن تتضمن كشفا فتخرج إلى العلن الإشكالية اللي حصلت، أو الفضيحة أو محور الفضيحة، الكلام، القصة، سواء كانت تحرش جنسي أو اختلاس أو سرقة أو شيء من هذا القبيل. وعادة الفضائح المرتبطة بأمور أخلاقية هي الأكثر وقعا والأكثر أذية على الشخص المستهدف بالفضيحة. إذا تخرج إلى العلن وتصبح الآن أمام الرأي العام، ثم يجب أن يكون هناك جمهور يتلقى هذه الفضيحة. إذا اعتبرنا أن الفضيحة الآن منتج، يتلقاها ويبدأ بنشرها أو الحديث عنها أو التفاعل معها بأي شكل من الأشكال، سواء هذا الجمهور بالمناسبة كان مؤيد أو معارض، مؤيد للشخص المستهدف أو معارض له. المرحلة الثالثة الأهم في عملية الفضيحة هي الطقوس الاحتفالية المقترنة بالفضيحة، حيث لابد من العنف المعنوي، الخوف من المهانة والخوف من التشهير لدى الأشخاص المستهدفين، ثم الوصول إلى العار الاجتماعي. الملفت للنظر أن قبول أو رفض ملابسات الفضيحة كثيرا ما يرتبط بالأيديولوجيا والمواقف السياسية التي يتبناها المستهدف بالفضيحة. يعني هنا تغيب الموضوعية وتحضر الذاتية، ذاتية كل فرد من أفراد الجمهور المؤيد أو المعارض. يعني إذا تكلمنا في جمهور المعارضين للمستهدف بالفضيحة، يعني من يقفون بالضد من الأساس سيقبلون الفضيحة دون فحص أو تمحيص، بالعكس راح يبحثون عن ربط بين أفكار ومواقف الضحية وبين الفضيحة باعتبارها علاقة بين سبب ونتيجة. سلوكهم سيكون قائم على التشفي والتشهير. هذول جمهور المعارضين للمستهدف بالفضيحة اللي هم قبلوا الفضيحة كما هي. الجمهور الآخر هو جمهور المؤيدين للمستهدف بالفضيحة، بنلاقيهم يدافعون عن المستهدف وما راح يكونون مهتمين بأي دليل مطلقا ولا في بالهم أصلا. والدفاع سيكون السلوك الأول وصولا إلى ذم الطرف الثاني، الطرف اللي قاعد ينشر الفضيحة ويتبناها باعتباره منحازا إلى مؤامرة ما، وربما قللوا أصلا من حجم الفضيحة باعتبار أنها تهون أمام منجزات الشخص العظيم المستهدف بالفضيحة. يعني والله تحضرني أمثلة كثيرة، ولكن لا أريد أن أدخل في الأمثلة حتى ما أكون جزء من التيار الخاص بالفضيحة، ولكن بالإشارة أن أحد الفنانين المشاهير الكبار الشبابيين اللي عليه قضايا تحرشات جنسية، ولعل بعضها يعني القضاء أثبتها عليه، يعني خرجت من مرحلة أن تكون مجرد تهم إلى إثباتات، بتلاقي أن الكثير من المدافعين عن هذا الفنان نساء. النساء اللي هم يفترض أن يتحسسون بزيادة من عمليات التحرش الجنسية، كونهم أحيانا يكونون ضحايا للكثير من عمليات التحرشات والاعتداءات. أريد هنا التأكيد قبل أن أخرج من هذه النقطة على أن حجم الجمهور وعدده، قبوله أو رفضه، قائم على عوامل عديدة، منها الحضور الجماهيري للمستهدف بالفضيحة. الحضور الجماهيري أحيانا ممكن نقيس الآن في السوشيال ميديا من خلال عدد المتابعين، كذلك مجال النشاط، هل هو فنان، هل هو واعظ، مثقف، سياسي، هذه كلها عوامل مهمة جدا في تفاعل الجمهور مع الفضيحة. وهناك عمل بعد من العوامل المهمة أيضا، إذا كان هناك نوع من التنظيم في عملية التشهير، وهذا يمكن نلاحظه في حجم التداول الإعلامي في القنوات الكبيرة ذات التوجهات التي تحاول أن تتناول الفضائح بحق المفكرين، المثقفين، الإعلاميين، المشاهير وغيرهم. حديثي عن الفضيحة لابد أن يقترن أيضا بالحديث عن الإشاعة. الإشاعة كما يقول جوستاف لوبون في كتاب سيكولوجية الجماهير، قرأت له، الإشاعة أقوى من الحقيقة. الناس بالمناسبة لا تبحث عن الحقيقة بقدر بحثها عن ما يداعب العواطف والتصورات المسبقة الموجودة لديها،
وفي ذلك يعني الفيلسوف الألماني الشهير كارل ماركس يقول: قد يوجد العقل لدى الإنسان ولكن ليس دائما بشكل عقلاني. شوف، العقل ليس دائما موجود بشكل عقلاني، بمعنى لا يستخدم بشكل عقلاني. التفكير عبارة عن عمل، فإن كان العمل تخريبي فهذا يعد فشلا ذريعا في عملية التفكير نفسه. فمو معنات أن عندك عقل أنك قاعد تستخدمه استخدام صحيح، مفروض هذه أصبحت نوع من البديهيات. وأنا بالمناسبة أتكلم عن كل مستمع، حتى أتكلم عن نفسي أيضا، لأن إحنا في العادة لما نسمع الكلام نبتدي ننظر ونقول كلام كبير في الموضوع وننسى أنفسنا أن أحيانا قد نكون جزء من هذا التيار. وفي تقديري عن موضوع الإشاعات، فإن الإشاعة تمر بمجموعة من المراحل، تبدأ بالولادة أو الظهور، ثم النمو، فالنضوج، وأخيرا الانحدار والموت. نمو الإشاعة يرتبط بالوقود الذي تقدمه القوى المؤزمة، يعني المعلومات، الأخبار، الفيديوهات اللي تم نشرها أولا بأول، وحسب قوة هذه الفيديوهات والطريقة اللي تعرض فيها الفكرة. هذه كلها تزيد من نمو واشتعال الإشاعة، سواء كان المستهدف فرد أو منظمة أو حتى دولة. مرحلة النضوج هي مرحلة الاستواء التام، يعني وصول الإشاعة إلى ذروتها القصوى. وفي حال انتهاء عمليات ضخ الوقود في الإشاعة تبدأ بالانحدار والموت. الوقود مرة ثانية قد يكون معلومات، أخبار، فيديوهات وغيرها من الوسائل اللي تغذي الإشاعة وتزيد من تفاعلات الناس معها. هذه المراحل غير محددة بزمن ثابت، يعني ما نقدر نقول أن مرحلة الولادة، النمو والنضوج تحتاج شهر أسبوع، لكنها تختلف من حال إلى حال وحسب التغطيات الموجودة. لاحظنا في فضائح المشاهير السابقة اللي صارت في هوليوود أنها استمرت إلى أسابيع طويلة، وكان في كل مرة تتجدد النمو والضخ اللي يصير فيها عن طريق اكتشاف شخصيات جديدة متورطة في عمليات تحرشات جنسية على مدار عقود قديمة جدا، 30-40 سنة حتى يعني. لكن بدأ الضخ لفترة وصلت إلى مرحلة أن تقضي على مستقبل وإرث بعض الفنانين قضاء تام، للحد أن في أحد هؤلاء الفنانين بدون ذكر أسماء، مع أنه مخضرم وقوي في تمثيله، لما قدم فيلم كان جزء من فيلم أحد الأفلام، الفيلم خسر خسارة تامة، عدد الدخل اللي حصل عليه لا يتجاوز بضع مئات من الدولارات، وهذا شيء غير وارد جدا في هوليوود. لكن تسببت مو الإشاعة، هي خلينا نقول الضخ اللي حصل في الفضيحة إلى مرحلة متقدمة من القضاء التام على الشخص. الفضيحة أو الإشاعة ليش ربطهم في بعض؟ حتى أصل إلى فكرة رئيسية. مو كل فضيحة تكون قائمة على وقائع حقيقية وأحداث حقيقية على أرض الواقع، قد تكون إشكاليات، قد تكون مجرد إشاعة عفوا. ما الفاصل بينها؟ القضاء هو الفيصل في مثل هذه العمليات. أخيرا على المستوى الفردي، إذا كنت سأقول شيء أو وصايا معينة للمستمع، فإني أوصي بعدم الاستجابة للإشاعات والفضائح، وعدم الدخول في تيارات العقل الجماهيري المؤيد أو المعارض. دعونا نتوقف أن نكون تابعين، أن نكون جزء من تيار ماشي، إلى أن نتحول إلى أطراف محايدة. الحياد الإيجابي الذي تتوقف عنده النار. ولاحظوا معي، لا أتكلم عن حملة ضد التحرشات الجنسية، لا، إحنا نحتاج نكون جزء من هذه الحملات اللي تردع، تكون نوع من الردع، لكن لا ندخل في الأشخاص والإساءة إلى الهيئات، الجهات، الأشخاص وغيرها، حتى نكون على الأقل مثل ما قلت لكم محايدين الحياد الإيجابي. أرجو في نهاية هذه الحلقة من المعرفة إكسترا أن أكون قد وفقت لتقديم مجموعة من الأفكار الجيدة في سيكولوجية الفضيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.